اليوم عن السيميليشن اللي عملناه واستعملناه في السيميلينك هو نوع من انواع السيميليشن. في عندنا موديل للبلانت او للسيستم او للكنترولر حطيناه وعملناه سيميليشن. فتعريف السيميليشن هو البروسيس اوف تيستينج سمثينج ثرو موديل. لازم يكون في عندي موديل لهذا السيستم. الموديل بيكون مبني على اساس السيستم الاصلي، يكون الناس راقبوا السيستم الاصلي، شافوا البيهيفير تبع السيستم الاصلي او الديفايس الاصليه وعلى اساسه بنقوله موديل. الموديل بيمثل هذا السيستم اللي موجود في العالم الحقيقي، بيمثله الكمبيوتر موديل. هدف السيميليشن اني اعرف اقدر اتنبا ايش الاوتبوتس اللي رح تطلع من هذا السيستم تحت ظروف معينه. هذا طبعا مفيد جدا. ليش هذا مفيد جدا؟ ليش مفيد انه انا اقدر اتنبا بالاوتبوت تبع السيستم؟ تعرف نسبه الخطا انه ممكن يفشل وما يفشل. تمام؟ اختصار للوقت وتوفير. قبل ما ابني هذا السيستم، قبل ما اغير عليه، احيانا السيستم انا ما بقدرش اوصل له هازردس. احيانا السيستم هذا ما بقدرش اوقفه واقعد اعمل عليه تيست في الحياه الواقعيه، لانه هو فيري كريتيكال، لانه مهم لشيء معين، فما بقدر اوقف هذا السيستم. فاذا عندي سيميليشن موديل بقدر اتنبا باشياء كثيره. حتى نعمل سيميليشن لازم يكون في عندي موديل، لازم يكون في عندي ماثيماتيكال. بنقول ماثيماتيكال موديل لهذا السيستم، طبعا انواع كثيره من المودلز، بس نحتاج ماثيماتيكال موديل. بدنا نقرر شو الانبوت داتا اللي بدنا نستعملها. والانبوت داتا، مهارة اختيار الانبوت داتا جزء من عملية السيميليشن، جزء من النجاح بعملية السيميليشن. فايش الانبوت داتا؟ الانبوت سيجنالز. يعني مثلا احنا في السيستم لما عملنا سيميليشن للثيرد اوردر سيستم، شو كانت الانبوت داتا؟ متذكرين؟ كانت كي اللي هو كي هي بارامتر، بس الانبوت اللي دخل على ستيب فانكشن. قررنا احنا في هذيك اللحظه نستخدم ستيب فانكشن، لان احنا حابين نفحص السيستم تحت اصعب الظروف تغير. هيك قررنا. هلا ممكن واحد ثاني قرر انه بده يدخل رامب او بده يدخل بارابولا او بده يدخل ساينوسويدال سيجنال. فالانبوت داتا هي جزء من عمليه السيميليشن. راح يطلع عندي هون ريزلتس. طبعا راح اعمل اناليسيز اون ذا ريزلتس، راح احلل هاي الريزلتس افهمها واشوف ايش بتحكي لي عن هذا السيستم. هذه عمليه السيميليشن. What do you mean?